وائل الدحدوح، اهلا بك يا فندم. اهلا بك استاذ عمرو، بارك الله فيكم حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيك. يعني حاسس ان انا اقول لك البقيه في حياتك قليله، يعني عاده هذا التعبير يتم استخدامه مع الناس اللي بتفقد اقاربها، بس حاسس انه قليل على المأساة اللي انت فيها. قل لي انت ازاي قادر تتحمل كل اللي بيجرى ده؟ والله عزيزنا استاذ عمر، يعني هذا الامر اولا واخيرا هو قدرنا، وهذه حياتنا حقيقة. ويعني ان كان هناك من سر فهو بالرضا والتسليم بقضاء الله وقدره وامره، ونحن مسلمون ومستسلمون لهذا القضاء وهذا القدر، ويجب ان نضعه على العين والراس. يعني نحن اولا لنا في الصحافة سنين طويلة، وفي منطقة كقطاع غزة ساخنة دائما فيها حروب، يعني نحن مهيئون في أي لحظة أن نكون نحن الخبر ونحن الصورة، أو يكون أهلنا وذوينا، وبالتالي هذا الأمر ربما كان في الحسبان منذ زمن طويل. لكن صحيح أنها في هذه المرة كانت موجعة ومؤلمة إلى حد لم نتخيله ولم نتصوره ولم نتوقعه، ولكن في نهاية المطاف هو أمر رب العالمين. إذا كان لابد من الصبر فهذه هي كلمة السر، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أعتقد بأنه هو الذي يمدنا بأسباب الصبر وأسباب القوة ورباطة الجأش والقدرة على تحمل كل هذا الأمر، وإلا لذبنا وانتهينا واستكنا واستسلمنا.